السلام عليكم. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج كيندير. الحلقة هذه فقط في حلقة تعريفية إن شاء الله البرنامج والأهداف دياله. غادي يكون البرنامج بالدارجة المغربية فقط، موجه بالخصوص للمغاربة. الفكرة جات من بعد ما شفت أن بزاف ديال الناس ما فاهمين والو في الإدارات العمومية والمؤسسات الأخرى. كاين اللي ما يعرفش حتى كيفاش وفين يصاوب لاكارت ناسيونال وعندو أولاد وكبار. هذا مثال بسيط فقط. والحلقات غادي يكونوا مختلفين في مختلف المجالات ديالنا. نبداو ان شاء الله من المواضيع اللي مهتمين بهم الناس بزاف. مثلا على ما لاحظتنا في المغرب، الناس مهتمه بموضوع الفيزا والوراق والمسائل كي دايره وبعض الوثائق الاداريه الاخرى. غادي نحاولوا نبداو بهم، يكون داكشي بالتفصيل ممل وواضح وباين. اللي بغى يستفيد معنا مرحبا. احنا الهدف ديالنا من البرنامج هو قال الناس تستفيد وتعرف كي دير وفين تمشي. بعد ما تفرجوا الحلقات اللي غادي نديرو غادي تفهموا اكثر الفكره ديال البرنامج. نتمنى تستفدوا، اللي عنده شي استفسار مرحبا بكم في الباج ديالنا سعيد.net. وما تنساوش تتابعونا في الباج وفي اليوتيوب، وان شاء الله انا متاكد بزاف ان داك الشيء يعجبكم. وهذا ما كان، السلام عليكم.